شكل الأخوان رحباني ثنائيا فنيا وقدما مع فيروز المئات من الأغاني التي انطبعت في ذاكرة الجمهور العربي بمختلف جنسياته. ثنائي فرقه الموت بوفاة عاصي ومن ثم منصور. وحدها فيروز بقيت لتحيي لنا هذا الإرث إلى أن منعها ورثة منصور الرحباني من الغناء بسبب خلاف على الحقوق المادية المترتبة على تقديم أعمال الأخوين رحباني. الأمر الذي استدعى تنظيم سلسلة اعتصامات سلمية للتضامن معها. نبدأ من بيروت مع محمد نور. سجين الحكاية فقلت للحكاية أنا حرر السجينة إن هبنا يا سجينة أنا شهر زاد. صوت فيروز محتجب عن الظهور هذه الأيام إلا في الأعمال المسرحية المسجلة لها سابقا، وذلك على خلفية تفاقم الخلاف حول حقوق الملكية الفكرية وبالتالي المالية مع ورثة الراحل منصور الرحباني شقيق زوجها عاصي الرحباني. بعدك بتذكر يا وطن الدوار، تذكر حكايتنا والدين بالأيام كانوا صغار يلفوا عجيرتي. هذا الخلاف كان وراء امتناع كازينو لبنان عن إعادة عرض مسرحية يعيش يعيش التي تلعب فيها فيروز دور البطولة، وذلك بعد تلقيه طلبا خطيا بالمنع قدمه ورثة منصور الرحباني. هذا الغياب لفيروز أغضب كثيرين من محبي غنائها، فنظموا اعتصاما صامتا شاركت فيه جمعيات من المجتمع المدني وفنانات من أمثال جوليا بطرس. فيروز هي رمز كتير كبير، فيروز هي بحجم لبنان، وما في شيء بيوقف فيروز ولا في شيء بيسكت فيروز. المعتصمون أعربوا عن تضامنهم لكن دون الخوض في الحيثيات القضائية، ومنهم من جاء من خارج لبنان كما حال الفنانة المصرية إلهام شاهين. احنا ما بنشتغلش في مجال له تدخل بالقانون، انا بتكلم من الناحية الفنية ان فيروز قيمة كبيرة جدا جدا ورمز للفن الراقي المحترم في الوطن العربي كله. أما ورثة منصور الرحباني فينفون أن والدهم منع فيروز من الغناء بعد وفاة أخيه عاصي عام 1986، ويضيفون أنه طالب بحقوقه القانونية التي تمنع أحد الشريكين أن يمارس بمفرده حقوق المؤلف دون رضا الشريك الآخر، لكنهم يقولون إن فيروز لم تكن يوما شريكة في أعمال الأخوين الرحباني، إنما اقتصر دورها على الأداء فقط. هذا الموقف ترفضه فيروز، فيما يقول مؤيدوها إن الإرث الرحباني مدين لصوتها. المتضامنون مع فيروز هنا يقولون إنهم لا يريدون التدخل في مشاكلها العائلية، لكنهم يدعون أيضا إلى أن لا تكون تلك المشاكل حائلا دون أن يصدح مجددا صوت فيروز. محمد نون، بي بي سي، بيروت. وتنضم إلينا من بيروت الإعلامية ريمان جيم. أهلا بك سيدة ريمان جيم. كل هذه الحملات التضامنية مع السيدة فيروز قيمة كبيرة جدا جدا كما قالت الفنانة إلهام شاهين، ولكن هل يعني هذا أن فيروز فوق القانون سيدة جيم؟ هذا يعني أن فيروز لديها محبين كثر في لبنان وأنحاء العالم العربي، ولا أحد يمنع فيروز من الغناء، حتى أبناء وورثة منصور الرحباني لم يدعوا ذلك ولو قدموا تلك الورقة الشهيرة إلى كازينو لبنان لتسوية بعض الأوضاع. بحب أقول شيء، أنه نحن جيل الحرب في لبنان، ندين للأخوين الرحباني بحلم وطن، ندين بأنه لم نهاجر كرمالهم ومن أجلهم، من أجل ذلك الحلم اللي رسموه بخيالنا، إذا كنا صمدنا هو أيضا بفضلهم، بفضل حضور هذه الدولة الحلم بأغنياتهم وكذلك بصوت لا. فيروز، ما في فيروز بدون أخوين رحباني ولا أخوين رحباني بدون فيروز، ويؤسفني أن نكون شهود على ما يجري. هو من المؤسف فعلا أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة، ولكن يعني كما قلت لا أخوين رحباني بدون فيروز ولا فيروز من دون الأخوين الرحباني.
الرحباني، ولكن نعود ونسأل هنا التعاطي مع هذا الموضوع بهذا النوع من بهذا التجيش العاطفي الذي يتعامل فيه الناس مع هذا الموضوع، هل يخدم هذه القضية؟ أليس من حق ورثة منصور أن يطالبوا بحقوقهم، كما أيضا من حق ورثة عاصي أن يطالبوا بحقوقهم؟ نعم، يعني ما يحدث الآن هو مسموح للعاصي الرحباني وورثته، كمان مسموح لمنصور الرحباني وورثته. كما تحدث أحد في التقرير اللي بثيته قبل قليل، ما بدنا ندخل بحياتهم العائلية، بس على الأقل نحن مثل ما مدينين لهم، نحن ملزمين نطلبهم أنهم يتفقوا أو يلاقوا صيغة وحل وسط، لأن اللي صار لا يعني مهم جدا وعاطفي بين لبنان وحتى بعض البلدان العربية اللي تضامنت. إنما لفيروز إذا أردنا أن يكون لها يوم لمحبتها ولتقديرها، فليكن يوم تنكس فيه الأعلام في لبنان، فليكن يوم جماهيري كبير في كل الساحات، ولكن سيدة جيم الأحداث السياسية اللي مرقت. نعم. سيدة جيم، يعني لماذا يعني يأخذ الجميع هنا صف السيدة فيروز؟ مع احترامنا لها ومع كل التقدير الذي يعني يحيط به معجبوها، يعني ألم يكن بالحري بالسيدة فيروز الانتظار إلى أن تحل هذه القصة في يعني داخل الدوائر القانونية والقضائية، ومن ثم يعني تذهب إلى كازينو لبنان وربما إلى مسارح أخرى لتعرض فيها أعمال الأخوين الرحباني بعد الوصول إلى تسوية، وليس يعني إثارة هذا الموضوع أمام الرأي العام وطبعا التطرق إلى المشاكل العائلية فيه؟ نعم، في بلد مثل لبنان أي مشكلة صغيرة تكبر وتكبر وتكبر بفعل الإعلام الحر والذي يغطي كل الأحداث، وقضية فيروز واحدة منهم. وطبعا الرد الفعل العاطفي عند اللبنانيين هو طبعا لفيروز، لذاك الصوت اللي رسم الحلم، اللي كتب قصص الحب. فنحن عم نحكي عن فيروز، عن قيمة وطنية لبنانية وشعبية وعاطفية عند الناس. أنا بقدر أقدر ردة فعلهم، بس طبعا نحن مضطرين بالآخر نطالب وناشد الدولة اللبنانية، وزارة التربية اللبنانية اللي أدرجت السنة الماضية فن الأخوين الرحبادي كمادة تعليمية، وهيدا كتير سرنا في لبنان على أن نترك هذا أيضا كمان محل جدل جير. ريما، يعني هذا موضوع الموضوع خلاف. أيضا كان صحيح. محل خلاف وجدل بين ورثة عاصي وبين ورثة منصور حول إدراج إرث الأخوين الرحباني في المناهج صحيح. التعليمية، يعني هي قصة طويلة وممتدة، لا تقتصر فقط على موضوع حفلة كازينو لبنان. وهنا يعود السؤال من جديد، هذه الخلافات العائلية لماذا تركت لتتراكم حتى اليوم؟ أريد أن أقول شيئا. أنا حاورت منصور الرحباني بالأربع سنين اللي مضت قبل وفاته حوالي الأربع أو خمس مرات، في كل مرة كنا نتطرق إلى سيدة فيروز، إلى حضورها بحياته، كان يعني يتكلم بتحفظ حتى لا أقول بإسهاب يعني، بس كان دايما يقدر فيروز، حتى لما الكثير من الناس رفضوا في ما كان يسمى بثورة الأرز آنذاك أن تذهب فيروز إلى دمشق، وذهبت وكل الصحافة في لم تكن مع ذهابها بتلك الفترة، بلقاء له معي الأستاذ منصور الرحباني دافع عن فيروز بشكل كلي وقال هذه فيروز تفعل ما تريد. يعني بحضور منصور الرحباني لم تكن تلك المشاكل، حتى لو كان عاصي الرحباني. أنا بدعي العائلتين يسألوا أهلهم، يسألوا أبوهم إذا كان مرتاح مطرح ما هو على للي عم بيصير اليوم. مثل ما قلت لك كمان قد يكون الإعلام الحر بلبنان نعم. أوقات غير مناسب. شكرا لك ريما جيم من بيروت.